مدحت. مدحت مساء الخير، انا اسفه جدا. اتفضلي يا مساء النور، ازيك يا جديد؟ ازاي حضرتك؟ اهلا وسهلا، اتفضل. انا والله كنت اسافر عن برج الجدي، وخاصه ان انا يعني عندي سفر بكره الفجر، ربنا يا رب يوصلك بالسلامه وترجع بالسلامه. المهم متطعم ولا لا؟ لا، خدت خدت اللقاح طبعا، ان انا مسافر اوروبا. فالمفترض هم اصلا ما بقوش يسمحوا اصلا لاي حد يدخل، وحتى لو بيسمحوا احنا نخلي بالنا من نفسنا، يعني احنا ما يهمناش الاخرين. لا، احنا لا، المفروض احنا نخلي بالنا من نفسنا. يا ريت والله، يا ريت الناس كلها تاخد فعلا اللقاح. وبعدين ما كانش فيها الحمد لله اي اعراض، وكان بمنتهى السهوله اخذته في ارض المعارض، يعني الموضوع كان سهل جدا جدا. حضرتك بقى برج الجدي؟ انا برج الجدي. كام؟ استاذه مايا بتسالك كام؟ اهلا استاذ ماي، ازي حضرتك؟ اهلا بيك. 11/1/1980. 1980. انت بتسال على السفر؟ هو الاصل انا مسافر الصبح، فيعني هو ده حاجه صراحه يعني. طيب عندك اسئله محدده يعني الاستاذه مايا؟ هي بس اللي يعني باذن الله، يعني التوقعات اللي عامل الجديد بالنسبه للشغل وبالنسبه للسفر، وخاصه يعني السفر دي بترتب عليها بالنسبه لي، يعني رايح كذا مكان كده، واحده كذا مؤتمر بره، فيعني مهم. ربنا يوفقك يعني. طيب اشكرك. حاضر يا استاذ مدحت. حاضر طبعا. حالا معانا منى من القاهره. مساء الخير يا منى. مساء النور، ازيك؟ الحمد لله. اتفضلي سؤالك والتاريخ اللي عايز تسالي عليه. 10/3/94. عايز تسألي على حاجة معينة؟ عايزة أعرف بس الفترة اللي جاية بالظبط. إن شاء الله بإذن الله. حاضر يا حبيبتي. هي عايزة تعرف الحب ولا العمل ولا منى؟ أنت لسه معانا؟ أيوة. حب، عمل، دراسة، بصي عمل. عمل، حاضر عيني. طيب أشكرك. نجاوب الأول على مدحت، بيسأل على برج الجدي. 11/1/80. برج الجدي هو طبعا آخر 10 أيام في الجدي. الجدي طموح جدا جدا، ويوصل وممكن يشتغل 24 ساعة في ال 24 ساعة، ما عندوش أي مشكلة، لأن حياته كلها متركزة في الشغل. أوكي. ما عندوش أي اهتمامات غير الشغل. حتى الناحية العاطفية بالنسبة له لو جت ناحية الشغل ما بتكسبش بالظبط. فالجدي ده اهم حاجه الشغل. طبعا هو ما شاء الله عليه ذكي وبينجح وبيوصل، بس بلاش يعني ما خاب من استشار. يعني هو المشكله ان هو ما بيسمعش كلام حد غير نفسه. يعني هو ما شاء الله ناجح وهينجح اكتر. بس لازم يسمع كلام الناس اللي قلبها عليه، يستشير الناس اللي ممكن تكون مهتمه، يطلع ويكسب ويجي في حاجه يسمع كلام دماغه وناس تحذره ما يسمعش كلامها، فبيقع يرجع تاني لنقطة الصفر. لا ان شاء الله باذن ان شاء الله. بس يعني الناس بس اللي كارينج عليه، القريبين. طيب منى 10/3/94 بتسال عن الشغل. طبعا هي الحوت من الابراج العاطفيه اللي حتى بتشتغل بقلبها. يعني ما تشتغلش حاجه غير بتحبها. بتحب قوي اي حاجه فيها فن، يعني هي فنانه، ست فنانه، ست راقيه. الحوت مخلصه جدا جدا في شغلها، مش ماديه. عكس الراجل على لا، والراجل كمان مش مادي، بس الست اكتر. أوكي. يعني الراجل مش مادي قوي، بس الست اكتر، والست يمكن طموحه اكتر عن رجل الحوت، وبتسعى اكتر من رجل الحوت. هي مخلصه وكل حاجه، بس تبعد عن البيزنس، عن الحاجات الماديه، الحاجات التجاريه، التجاره. ايوه تبعد عن التجاره، لانها مش يعني مش شاطره فيها. مش يعني محتاجه تركز اكتر. لو هتركز اكتر تمام. أوكي. يعني لو هتركز لكن مواهبها هي اللي بتساعدها. اي حاجه فنيه.